السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان x زائد 1 على x يساوي 3، فاحسب x مربع زائد 1 على x مربع، يعني x زائد مقلوبه يساوي 3، احسب x كاري زائد 1 على x كاري. إذا لدينا x زائد 1 على x، يعني x زائد مقلوبه هو قلنا هو 3 كما جاء في المعطيات، يساوي 3. إذن يعني أن x زائد 1 على x الكل أس 2 يساوي 9، يعني 3 أس 2 باختصار، 3 أس 2، و3 أس 2 هي 9. إذن هذه متطابقة هامة، a زائد b الكل أس 2 هي a أس 2 زائد 2 مضروبة في a مضروبة في b زائد b أس 2، يعني تكتب هكذا، يعني النشر. هذه متطابقة هامة، تكتب هكذا: x مربع زائد 2 مضروبة في x، نقطة عن الضرب في x مضروبة في 1 على x، زائد 1 على x مربع، 1 على x الكل أس 2. إذن 1 على x الكل أس 2 هو 1 أس 2 على x أس 2، يعني نزيل الأقواس تصبح 1 أس 2 على x أس 2، وواحد أس 2 هو 1، إذن الكل يساوي 9، لأن 3 أس 2 تساوي 9. إذن x مربع زائد 2، لاحظ هنا x في مقلوبه، أي عدد يضرب في مقلوبه يساوي 1، إذن x في 1 على x هو 1 مضروب في 2 يساوي 2، إذن زائد 2، 2 في x في 1 على x، يمكن هكذا اختزال، إذن زائد 2 زائد 1 على x يساوي 9. إذن هذا الطرف نجمع فيه المجاهيل اللي هي x مربع و1 على x مربع، وفي الطرف الآخر نجمع الأعداد الصحة الطبيعية. إذن x مربع زائد 1 على x مربع، إذن ننقص 2، أيضا في الطرف الآخر ننقص 2، إذن ننقص 2 في الطرف الآخر ننقص 2 تصير 7. إذن x مربع زائد 1 على x مربع تساوي 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.